صورته في صورته النهائية. مجددا تتعالى الأصوات الرافضة لصفقة القرن وتتجدد التحذيرات من مخاطرها على القضية الفلسطينية والأمة العربية. التحذيرات جاءت مترافقة مع تأكيد فشل ورشة البحرين باعتبارها فصلا من فصول الصفقة، صفقة دعت الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة مواجهتها عبر استراتيجية موحدة. ندعو إلى تشكيل أكبر جبهة فلسطينية عربية إسلامية لمواجهة صفقة ترامب أو صفقة القرن، وهذا يقتضي وقف النزاعات على الساحات العربية. المقاومة المسلحة وهي الخيار الأقوى لمواجهة صفقة القرن وزلزلة أركان العدو الصهيوني، أيضا خيار مسيرات العودة وكسر الحصار كان لها إنجازاتها العظيمة. بالأظافر والأسنان بل بالدماء. المؤتمرون حذروا من خطورة التطبيع العربي مع إسرائيل، فضلا عن تواصل الانقسام باعتبارهما تحديين أساسيين أمام مواجهة الصفقة، مجددين تأكيد ضرورة إسقاطها بكل الوسائل المتاحة. المطلوب خارطة طريق فلسطينية واضحة، مشروع برنامج وطني يعيد الأمور إلى ما قبل أوسلو، ينفض يده عن الخيار التسوية الذي أوصلنا إلى هذا المستنقع الآسن. المطلوب اليوم مزيد من توعية الشعوب وأيضا التنبيه للدول المهرولة نحو التطبيع إلى أنها يعني تذهب نحو السراب. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أكد خلال كلمة مسجلة له أن هناك ضغوطات هائلة من الإدارة الأمريكية على السلطة بهدف تمرير الصفقة التي لن تمر كما يقول من دون استعادة الوحدة. بل وراء رؤية استراتيجية وطنية موحدة لإسقاط صفقة القرن ووضع خطة طريق عملية تتبنى كل الخيارات لمواجهتها، رسائل أكد عليها المؤتمرون هنا محذرين من خطورة هذه الصفقة على أرض الواقع العربي، وداعين إلى إعادة الاعتبار إلى قضية فلسطين كقضية مركزية للعرب. أحمد غنم غزة، الميادين.